أزول أزول؟ إذا جات سفلت في تيزي؟ ياه تيزي تقا طريق ابن زياد انيسياتيف اللي كان تم زورت من طريق ابن زياد تقايا نموسو اللي بيدن فيا التدليس اللي فمون كرال دا 20 سنة نتفرخين دي فرخان للمغرب ما كان غويد اللي بيدن في تيزي؟ تيزي بدا نتكيان نتفرخين دي فرخان اللي كان محضر المهندسين للمغرب ولا فرنسا كندا ألمانيا اللي من باش أذينا زازو في سرتاي اللي كان الانتخابات النوانبير ما منك إسرتاي؟ تيزي ترات تبيد مليون نفرخان للمغرب اللي تداروري اللي ولا سرتي باش هدف المراد السين غي سرتاي الانتخابات النوانبير إسر دايس نتمل مراد السين؟ زعما ما فرد صوب؟ وهو إسكار داس النمل البرنامج الانتخابي نملاس نماي كان مولاي الحزب السياسي اللي صدر نفسي تيموكريسين للمغرب اللي قال أن ما غنصلح الرشوة أن قاتي جيتي نمال أن بيد في تزاروفت أسنفل نتووري فخان أبدا وزرفان نيبقول هي تيزي ردتك توفاوت في البرامج لي مولاي اللي قال الأحزاب السياسية تيزي رد نقضي مولاي باش يسيقرا أنظرا مولي اللي دار النقطة كله يمقر أنني فرخان ما سننوفا إزنتنا أي سهلا أتنسي النقطة يدار تنكس يا طريقة علمية اللي غلان كي كاند الجداول ما إلا نغطور دين تيزي تيزي سبيد نت تفرخين دي فرخان للمغرب ورديت نخيب ديان لك راه غي مولاي ني غد كران تمدوست ورنريان كامولي إوا إغر حادي لي حتيزي مالا تسكره أي اللي كلو يرخانينا راه تكشمت السيت www.tizimaroc.wordpress.com راه تسيكلت أديغي أتيزي تدرت فلاس